السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعية راديوز والحباب هذو الأعضاء الشرفيين تشكر الفرق التي شاركت في الدور الأول لدورة البهيفوت في طبعتها 26، أولا على الروح الرياضية، ثانيا على يعني الفرحة اللي كانوا هنا دايرينها. نشكر المؤقرين والمدربين والمسيرين اللي يعني بذلوا مجهود كبير باش يوفروا للاعبين التوهم يعني الظروف المريحة باش يشاركوا في الدورة وفي الدور الأول. نشكركم، نشكر الجمهور الكبير الغفير اللي كان حاضر كل يوم في هذه الدورة. نشكر اللجنة المنظمة، الحكام، ممكن تطول لي منها الله يخليك، سي فرج الله محمود لدوايان تاع راديوز على المجهود اللي دار، كذلك ربي يطول في عمره إن شاء الله. وكذلك ندعوكم إن شاء الله بداية من الغد إن شاء الله لحضور الأدوار الثمانية النهائية في الأصناف أقل من 17 سنة، أقل من 19 سنة والأكابر. فرحتنا هي الفرحة كي تكون ملمة إن شاء الله. أشكر كذلك لاعبي القسم الوطني الأول والثاني اللي شاركوا في الدورة وعطاو لك خاصة. أشكر نجوم كرة القدم الجزائرية السابقين على غير الأخضر باللومي وخويا مجاهد واللي راهم غايبين يعني، والحكم الدولي حمصان. إذا نعطيكم موعد إن شاء الله بداية من الغد إن شاء الله في الأدوار الثمانية النهائية. الروح الرياضية صفقوا لنا على الصغار هذو، يديروا هكا البراءة المستقبل لهم، ربي يحفظكم. شكرا.